سلمني يوش فيرنون مانيلا ان شاء الله ان تدر نسال لهنا دلمان مرحبا تلي جنوان سغطة في مدن سجينة سمشان لجروان غديما ترى نمقران اتنم ترى غنيو اشتفا وتوسا نديضا اتوت نغم برشان عزيزني مقرانين مزانين رجاز متزناني مكراسي نجلس ماني تليم هادي ويت ليم انسيرمي تليم تقدع معنا قنمار اي بهذا زعيم دي تقيميت مرحبا الا تبهات تصغروم ترني سجوم سغط تلم دي مايدنا سجوم سجن ان شاء الله تنوبان اترني اتمدا تالي غلي جنوان ديما تطفي تم قرانت لا تجروا نغ ديون تنوبا دي منا وامدون انت تلتو انشاش الا كان غ انسول في الصالون اكرغلان للبنيان دوش طيد دي خدام البيليك الصالون الدولي للبناء والاشغال العموميه لاني باتي ماتاك لاني درا اسبي يقدر عندي تدر تسوشان الصنوبر البحري دي قصر المعارض ماني نشاش الا معادي عاد معنا غير سود ماون الا امدونوي كنسيد ماون الا نكت شركه العقاري خدم امدونو ماني غادي نور مدن بالخصوص منش تسغن تامورت منش غاد من انت دارت نسن سيقل بني اي بها بالخصوص باش الا كان غنف يكتسوس انت تالوفت وعمار الا ان شاء الله وسنت اسنف امشان تمرتو من غادي نور مدن دي منا امدونن داين دي واتنغ اسلماد موسى حني اغني نور ان شاء الله سوني سي شوربي امدون البنيان دوشتيد وخدام تي الدار سي كنوبريد دزعيم تقيمت فايت سنت اجتماع تمدور تادي لي نغم دو تشلنا مصطفى احمد بوسعده اغني السول في الاستدعاء في التوقع والاستعدادات النفسيه بالخصوص باش الا كان نجيك لي وقايتي تزمرت النغ النفسيه باش الا كان غنحافظ في تزمرت النغ النفسيه دوني لان استعداد نفسي لان غير سي كنوازل دام قران تم دورت النغ باش الا كان نحفظ تزمرت النغ سمنا ايد وطان النفسيه تقيمت فايت شارت ان السول في مؤسسه اعلام الجزائر للاطفال ماني نسول فون عزام في بابا الاصلاح دو عزامي كنت ترسلت لنعزام من تمورت الجزائر داين دان عزام الشيخ حمو بن عمر فخار ماني ادي عاد معنا منه وان عزامن الى ندوشن الشهادات فون نعزام مقران الى نجد ازمولن طود وطن ماشي الا كانت تدر ديما يورن وكبورن غيورن التراث انسول فويريد ناتي غيرسان ديك نروبورتاج ماشي عاد معنا دخيك نروبورتاج يكن سيزمولن نحو في تمورت الجزائر داين دا حواف محمد بوسعده يشم قران اترحم داين توني تفريطنا قيمه اذن توتي كم برشن عزيزن ديما لك انا نشاش الا كانت ملاقي يدوم ربا ديش تنمر دجو ما يتما يسمى يجاوم ديما غرنغ جانغ ديما غروم اونيني ديما نوبا مرحبا لا ترزم اي لون شرائح للمجتمع باش الا كان غنصيغو ديك التيفاو تغل ميدن النغ غنصيغو ديك التطفي التم قرانت الا ان شاء الله غنسيفاو اكرورن نرافق ميدن النغ توشو التجزائري ديمنا امدونن ماشي ان شاء الله تقيمت نغ السجوم السجن اترني اتمدا ديما تيورا نغ لنرزم ولا نغ لنرزم الانتقادات نوم الملاحظات نوم تشجيعات نوم باش الا كان انرني تشلي غلو جار باش الا كان غنصيغو التنغماس النغ الاعلام الا ان شاء الله ادي السيفاو دتكير دا تنبارشت الا أغنجرو سيسمنو ما توتنغ برشاني عزيز نرحب سمو سناو سلمادي واتنغ موسى حني يقن سود ماون نلبنيان يقن يدمون الشركاتنا الكوبانياتنا العقار دو خدام نتيد دار تامورتنا الزير أيوة موسى سلمني وجدان برشافت عليك السلام أيوة محمد مرحبا مرحبا بك ربا شحفز الاستضافة ربا شحفز أيوة موسى بتيت لي بتيت لنا لا بس الحمد لله شتي بتيت لي ربا شحفز بتيت للبنيان تامورتنا الزير إلا لا بس الحمد لله إن شاء الله بعد الحصة يكونوا جار إن شاء الله إن شاء الله هذاني لان سارة إن شاء الله أيوة موسى تفسكع إلا نجروا وسيلة حريشنا البنيان دي خدام البيليك نغ البناء ومواد البناء دي خدام تويلاتنا البنيان الأشغال العمومية نغ خدام البيليك اللي يتواجه صالون أقرغلان نغ صالون الدولي دي طبعا سنة مروين تصدي طبعا 26 لان يجور أشياء سقوث يقن صالون دم قران تامورت نزاري لان يجروا قعوسية مدونو وكالات العقارية مكاتب الدراسات المقاولين المرقي العقاريين قاعوا سي يخدم أحريش نوشتين أحريش البنيان إلا نجرون دي صفاكس دي قصر المعارض الصنوبر البحرية دي سبي وسان إزواء أون صالون يوك موسى سود مهون يتنعرم ديني مع شركة نوم شركات البنيان تمرتنا نزير ممكن وشان غير التعريف أجاري الجمهورنا باش تسنبت هذا الصالون أما شيتني دا هو محمد صالون باطيماتيك ديك صالون دولي توجه كل سقاس توجه كل سقاس سقاس طبعا في 26 يتوجه لشغر سيغلب سي 5 ماي غل 9 ماي صالون دولي للبناء مواد البناء والأشغال العمومية يعني أي حاجة أي شيء يتعلق بالبنيان سواء تدار نغلي الإلكتريسيتي لا بلومبري سيراميك لا فايونس لا بانتور
ديس شركات عقاريه ينزلون تدار تجون تخفيضات مهمه مثلا صالون، ديس شركات مكاتب دراسات، ديس شركات يعني شركات عموميه متخصصه في مراقبه البناء لانت تيكسبوزانت مثلا المعرض، انتو ديس عدد زوار مهم جدا، ديس مشاركين من الوطن يعني استمارة الجزائر، ديس تخصص غير الجزائر غير مشاركه دوليه موريتانيا تونس ليبيا، ماشي غير سنقر صالون دولي، كل كاس تشارك تكمل تعدد مشاركات اخرى دول اخرى، لكن انا يوض كاسو لان يوض ناس كاسو طبعا في 26. ربا شي حفظ يا موسى، لان يعني ندخ ممكن نسول في الدار ونتتي الاشغال العموميه دان دخل من بالي كان يعني بريد نشماندي في ريبريدن لي زوتوروت يعني ونتهيئته الى تعاون سجمو نغسو جد نتي مدينين نغس نقر التهيئه الحضاريه والعمرانيه نتي مدينين دي غرمان. عندما مشيتني درت ديس مواد البناء الخاص ديس مواد البناء العامه، مشيتني لي شوما ديس شركات تيكسبوزونت الماشينات نسن ديس الماتيريو دي جديد تخدم في الاشغال العموميه، ما لي زونتربريز خدمت مع 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 الشركات العموميه، غرسنت مساحه خاصه باش كد مساحه يعني توسع تزعلوك باش كتبدل نديس الخبرات باش كتجندي الشراكات مع الشركات العموميه. سانسي ولا موسى في الايجابيات نون الصالون الى نجروا ماشي كاع المهنيين واش يخدم حريشو حريشن البنيان دوشتي دي بريدن لي زوتوروت شومان دي فار كاع وني بريدن الا اثنين ماشي نقار اثنين دمومون ترسلت التنميه الطامور الجزائر صغنا فخاطر لا شيكن اسمي مدن كاع الا غادي تجيني كتدارت الا غادي عمرني الا غادي عفن راح تاريس نسنت دارت نسن اتحد ياود العمر ماشي انه ممكن 30 سكوا سنه ويكتب ربي يملا شي جو طار ويتمنى غير غادي تجيك تدارت تم دور تسي الا غادي عمر نحد وضيضن باش هذه عادي كتهيئت اي تبها ممكن بتا الصالون وبتا ديز الايجابيات بالخصوص جار الفاعلين الزوار مدني الى انت سنت الصالون. اكزاكتوم ايوا محمد ديس عده ايجابيات سواء وسيله ديني اكسبوزون شركات لانت ديني عرض اخدم نسنت سواء اني زوار ديس عده ايجابيات ويعني المساحه تولد كفي الوقت تولد كفي باش كاش نذكرها كاع ممكن نذكر سي سنت خمسه من بينهم تعزيز العلامه التجاريه يعني كان حد الله تيكسبوزا مثلا المعرض اكيد انه كل سكاسي تبين المعرض الا نرقب انت ديني الزوار يعني اكيد انه اللي يتعرف شركتس نرقب انت الزوار نرقب انت المنافسين نرقب انت الشركاء يعني تشاسك نقطه قوه تزعلك شركتس باش كتعرف بجارة في السوق الجزائري غادي زياده المبيعات فتح اسواق جديده اكيد انه يمكن حد يشارك الصالون كاكسبوزون يعني كعرض تعرف السيسي يغلب الزوار يغلب الجزائريين تاسند من شتى ربع الوطن غير ناس الجزائر غير ناس تمراست غير ناس سوهران غير ناس قسنطينه عنبه عن غير ناس وغلان يعني غير يغلبنا الزوار تعرف الشركه غير نتخ زوار دوليين غير نغ شركة ماشي نغنطرو أجنبية يعني أنجم نفتح السوق مفتوح أنجم نتعرف سيس زوار تعرف نسجنو نشي نتعرف الشركة الأخرى وبالتالي أتزعل كنت مبيعات أتزعل أتفتحنت الأسواق غير نتخ تعرف على المنافسين الشركات الأخرى أدي يمكن نجمع شراكات لان الشركات يعني لا شك كاين حد يخدم كلش ممكن تلا شركه تخدم شراء تسحق كاين راسك الشركه تخلفت تسنديني لافوار خاطش غادي مساحه خاصه هي وسيله تيكسبوزا ديني غير سوق خاص 9 ل 11 غادي نجم غادي تعرف سيس يعني غادي نجم يتعرف الوقت وشركه ديال دنان عريض ديال دنان هذه جمعات شراكات هذه في ديني المسؤولين هذه في ديني كلش غادي نجم هذه الشراكات غادي نجم هذه المناوله لا سوتريتونس ماشي سنقار داين توني نجم تعرف تخص المنافسين كيفاش الخدمة مثلا انت تجي مايل لاني وضن اكيد انت اللي غارسك الميزت يكلميزت المنافس بالك نشي بالك غرنا يكلميزت ولا غير هذا يمكن ان نجم ميزات اخرى غتنافس نجم ان نتحسن غرنا دخ لقاء الصحافه ربطني احفظ الصحافه تزند في كل مره المعارض نو تعرف نس المنتجات سيرتو الا منتجات جديده وتفنتت في الاسواق الجزائريه تعرف نسيسن تفرح نسيسن اكيد انه
مي تفونت الصحافه مي المشاهدة انت يرقب هذا يرقب شاد ما يلاني يعود ما يلاني يعود البناء شاد ما يلاني يعود التقنيات الجديدة سواء الالكتريسيتي سواء لا بلومبري سواء شاد ما يلاني يعود المدن شاد ما باش من بعد اوتوماتيكمون اللي جات اشهار مجاني انديريكتومون من بعد ما يكلبغ في السوق يجلس اشتس طلبيت على الخارج غرنات خليقة السلطات صناع القرار يعني لن تازن تغليني اي لن يغلب المستثمرين اشيني غيري عقبات داني ديني ديس لقاء السلطات صناع القرار انجم ديني تقريبا غادي يصل تقريبا غلو موجع انجم نتني تازن انجم نرفع انجم نرفع الانشغال اتبين بحسن بعين الاعتبار اين توني ماشي شنو تخيف تاعها يرزم يغلب الاسواق جديده دوليه كموريتانيا مثلا كليبيا يغلب الاسواق جديده طرق توصيل السلع ديس تخقع ديس كل جديس اي حاجه متعلقه في هذا المشهد يعني تود باختصار الايجابيات الصالون ربا شي حفظي ومسادني لنسرم الى ان شاء الله هون الصالون الذي اكتط في التام قرانت بالخصوص مئات من الشركات انعرنت ديال الصالون سمور تنتزاير سمورا وصغار ما نشيت نيد صالون ولا شنا اخر تقنيات تطورات الى مدون البنيان بالخصوص ان يعني اللوطياج نغتويلات نخدم دون نعنان ونعنان خداما بالخصوص البنيان ممكن ايوا موسى أن تشد أجار آخر تقنيات وتطورات. والله آخر تقنيات أني سنونشي عند المنازل الذكية أن نجم نتحكم في المنزل الوقاية من تسربات الغاز سي أو الوقاية من الحرائق ديس تطورات جديدة أو المجالو ديس منازل ذكية نجم نتحكم تدارت نجم نتحكم الفيلا ستيليفون ستابلا مارو لي فيديو فون ينوم فيما يخص الكهرباء فيما يخص لابانتور تخلى يغلب فيما يخص البلومبري سيراميك ديك العالم تخدز عليك لا كل زكاس كل معرض طبعه 25 خاتين طبعه 24 طبعه 26 خاتين طبعه 25 كل زكاس تركب شراد جديد صحه ربا شي حفظه يوا مساد ان لن يرقى ممكن الزوار دميتن الا خاطر الصالون نجاح الجمهور غدا سن الله الصالون ممكن لولو في مدني الدوسين غلديني بالخصوص يتكلب غلط الدار يتكلب اللوطياج نغتاولات باش الا ادي سبهات الدار تريسيتي لا بلومبري يعني تاولات وامان تاولات البنيان سبيغيات كاع يعني انا تدارت نغل الكارتي ماشي نيبريدن دواسي يخسدي ادي هيا اغرم اغرمس بالخصوص لي بروموتريز على كلا بنا نغرمان بنا ممكن دي باتيمو دي مقرن ممكن بتد الانطباع نسن بتد لي زيكو الازانه ومتني اندوسين كزوار نغت سلداس الحق اغلب الزوار يعني دوسين باهر نس التقنيات الجديده لان تمس المارشي كمل مع التكلفه لان خاطي ديك التكلفه لان تزعلوك عدد زوار معتبر الله يبارك كولا سير نيفو اساسم زوار اوتوماتيكمون اللي تعيد الغاشي يغلب مسح سفيت سنيا في ثلاثه ديال الغاشي الله يبارك دز علوك وللحق التوضيط كاع الزوار ما شاء الله كامل كاع منبهرين ماشي نص الصالون تبيد الماكسيموم للمهتمين بالنسبه للشركه كادبي عدد المهتمين باش من بعد غادي يتواصل مع سنا خدمه زعلوك الا كاع بعد الصالون من بعد غادي يتواصل مع سنا زداس البيرون غاسني زوال ليني غادي يمكن اسني الزنز غادي يمكن خاصه في مجال العقار غالبا وتوقع عند الاسانيه في الاتفاقيه تماس الصالون غالبا ما تكون سمن تفيت سنت بعد الصالون سو مني اتعادى بوكو بليس ماشي سنقار عند التعريف ادي السنه مشتري ادي غني رقب الزائر ادي رقب ادي سجل ايمانس من بعد الحمد لله نطلع نوفو يغلب الزوار يعجبات الحال التقنيات خاصه ماشي شني الوقايه الجماليه تجي الى تلفات خاصة فيما يتعلق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ربما شاف يعني التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجانب الرقمانة يعني بالخصوص مدون تريسيتي تأمين تدار يعني ممكن لي كاميرا سيرفيونس تدار نغا أرزم أعسين تدار سبعيد ولا حدود اللي تدار يعني ولا تكنولوجيا نيميريك الإعلام الانفورماتيك إلا تستخدم مارو تدار تجديد يعني البيت الذكي من شغلين قد الاستخدامات لانت بقوة وتفنت التجديد الجزائر غير سكت 4 سنين لانت تفنت الجزائر
فيما يخص البيوت الذكيه لجرت تكمل التطوار اي مارو نجم نتحكم تدار تسوس البعيد التليفون نسنى نتبع لي كاميرا شربت لنا شربت لاش نجم نشعل الضوات نجم نشعل الضو النداني نطفي الضو النداني نجم نشعل اي حاجه نجم نسيل الرداوات نصلح نجم تخمى شي شنيغ الوقايه بتا يوقع شرا لا قدر الله يوقع يكن تسرب اي تطوض نوتيفيكاسيون تليفون ايني باللي لا يوقع ديس تسرب نغلى يوقع ديس نغلى يوقع ديس الحريق نغلى لا قدر الله هذه تجي واحد السياده تجي لانترفونسيون يعني المنزل ذاك واحد السياده دار رمت واقي واحد السياده يصلح لافون الغاز واحد السياده تجيب سونو تما توني ديك شي غاج ديك وني ضب الزن في كمثال بسيط وقس على ذلك المجالات هذا ديال الباطمات البنيه ربما شي حفظ يوم صحتك الصحة إلا تشيد أنا غاون تفاصيل فهم الصالون أقرغلان البنيان التويلات البنيان دو دي خدام البيليك بالخصوص صالون سيو الفوغلان أيوة موسان سنغلان غيتو سيكت الأرشيتكتور سيكت الهندسة أي تبها التويلات البنيان يسخدام أغلان الجير تيمشمت أنا يعني ويسن بتد الحضور أنعار الشركات إلا تهتم ستغرمان وغلان لن شركات ماشي البناء بصح بناء تقليدي يغلبنا يغلبنا الشركات في السياحه غرسنا غرسني مشان متنزهات نوني تكلمني كان حد بالله كان حد غني بنا اشياء البناء التقليدي بناء حسب المنطقه محلي يعني. الشمال خاطر الجنوب الشرق خاطر الغرب تقريبا لان شركات متخصصه في هذا المجال لان تعرضت امسنا للصالون ايوا مسار باش حفظتوا انت فايت سنتي الا كان تنساو للجمهور الناظم يدنا وسيله تبع تنوبا مرحبا ممكن نزول التونت فايت سنتنا والموضوع نسول في الصالون نسول مارو في ميدني لان تكلبني لا غادي تجيني قلت تاويل تم دور تنسن خصنا تسغن طامور خصنا دبناني قنوبني دا زعيم يعني ولي زيتاب نغاوني تسيلن الا كان غني ادي جور دي سن ميدن نغي كنا حد الا نتكلم الا ادي تجيك لافيون هير نغي لي مال تم دور تسق المستقبل خاطر كل حتى تم دورتو يتمنى غادي يجيك تدارت الا غادي يعمر دي سن الترواز هذه عاد دمشان تاريز دمشان راحت دمشان نوري حاس مع ميدن ستو شولتس ممكن اتسلام زوار دا سغان تمرت اسغان تمرت يعني ديك ان شاء الله مدن يعري لولا ممكن هذه زواديا في لي بابين الوراق وجد عند من ناصب الاحتيال وسي يخدم مدون يعني ديك ان شاء الله يعري يغلب احريشون غمدون ولا العقار يعني صوموني لاق حد الا غدا هذه زوالي قنوم كان الا دي ستيق دي لا كونفيونس هذه سغ ان شاء الله تايد هانت انتو ماشي تنيد يا محمد حد باش كدي بنا هادي استخدامات تقبل باش كدي بنا شرا منش لي جرو ياس على حساب منش لي جرو ياس ريال ني ممكن الا واسي تلقيس الحياه كومبلين تخدم باش كدي بنا باش كدي جرو وين ريال ني باش كزاتني سترس هادي بنا طامورت هادي استخدامات هادي بنا تدارتين تا لا فاميس اقضى الديوطه في قضيه نصب احتيال يعري غلب ولهذا نشاط نصح المشاهدين المشاهدين قبل ما تسغن شراء الزون للمكاتب استشاريه خاصه لانين لان مكاتب تشن استشارات مجانيه خاصه مكاتب دراسه تشن استشارات مجانيه قال قبل ما تسغد كاع ميت صغير بعد زاد التشاور ديالوني خلاص قبل ما تسختيرها قبل ما تستعمرت هذه زوال المكاتب الاستشارية مكاتب دراسات لان تيشن استشارات مجانيه خاصه سنين قال طامرت سنين قال كيو في ختم ما طامرتوش شاد مناش شاد الموقع الفلاني شاد ماني ولا زنوزو شاد ممكن هذه الوسيط شاد ماني الوسيط ماني نتي لا نسنن نتي لا نوضند مثلا المكان ني شيني المكان ني مثلا صناعيين مثلا تيتكلب هذه بنادي سلافونير تاسين ديني فلاحي كعلا كعلا سعيا ما نشوف نستغديني اسين في عود ما تستغديني سون سنتو لاني مش هذا قال خاتي لازم الزنزن اثنين قال راح كلب تزيد دشنا شنين يدق اسينين مثلا انت تكلب هذه بنادي استدرت البلوك دا زعلوك انت الطرواز مثلا ديك نو زعلوك تكلب هذه بنادي سنت الطرواز ار بلس 6 نغا 5 نغا 4 لي زيطاج اسينين ديني المكان ني البلدي تي ودوش تشن تشنو جار لي طاج كن وجار نسن خاش لا كان سنت لا غير نسن الوثائق لا غير الوثائق بحكم الخبره بحكم لا غير يغلبنا نمشاريين يغلب لي زونط يغلبني مشاريين نصغيني موشان ني لبنا ناس سوف ناس نروح خاص بينا ادي زوليك تلق ادي زوليك القانت ماشي سنقر موثوقه لاني من جانب القانونيه سوشن استشارات قانونيه قال لي اسنوش الوثائق
اثنين تير اني اسينين قال شتير بتاديس 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 هذه زوال اللي مارو المستشاره التقنيه ماشي جني قال انش نيت صناعي نغبي اجمت من الديس اجمت نبي رخصه البناء اجمت خدمه واحد تخلف ايش دبي رخصه البناء اجمت رخصه البناء ديني لي ثلاثه لي زيطاج نغربعه نغيكن نقسم داين لان انتو قبل ما تيصغ كاع تيران الطامور لازم ادي زوال لون استشارات المجانيه انت تشم في المكاتب الدراسه توني اول حاجه. ثاني حاجه مي صويا خلاص صويا باش كالي زوا ادي بنا ديرك دي زاكيل ما صويا يلاه يلاه يخدم ولي به لا تفتيت لك انا 2024 توني طلع زوا تقطع ادي زوا مكتب دراسات اسجل في عود ما زاد يخدم ديريكت سجلنا رخصة البناء هذه خدم طيب جلس لجنة أسجلنا الوثائق كاملة سجبين سدبين رخصة البناء هذه خدم يفن هذه خدم بعد يخدم يخدم ماشي شقرني قد في أي لحظة نجم أسس وطنطيد أين توني هذه جر رخصة البناء بعد هذه زوي مارو للدراسة التربة دراسة التربة اسجني مارو دراسة تربة في حين انه لو سيشين شو تجي دراسة تربة انت دراسة تربة هامي باش كنسني مارو مش هاد حفرن ما على حسب اللي تيد التوج مش هاد حفرن منش تحفرن باش كادي يستحمل ان تقلني ان البنيان يا مارو شين شي يتهمي هاد حفر غبر اذا ما حد ديرك اللي يحفر ممكن هاد يحفر وجارنا لان لي نورم يعني في عدد يحفر المتر برك نا متر و20 اللي كيتي يحفر زوج مترات لا يخسر مش اللي يخسر توني ديك كت في ان غادي نجم يزال البنيان شيني نشهد بني غادي ترونفورس يغدا واحد يخلص في حين انه بالك واللي يستاهل كاع ترونفورس يدا مني تجد دراسه تخسر تغفص من نشط الطرب حد يغلب نوزال وزال من شتي لا البيت من شتي لا السيما من شتي لا الطرب حد يغلب نيبسيون ساون الجانب فيما يخص دراسة التربة هذه خسارة غفص الشبتة هذه ربح يغلب نيبسيون فيما يخص الطبوغرافيا تيغو شني لازم قبل ما ديسق ازودش الطبوغرافيا خلاص اللي قرر ديسق ازودج اريفغ ان توبوغراف سي جي مارو مع الاس دي بي المعالي الحدود اسيني طامور تشتد من جديد اكزاكتومون يعني ممكن ليفري لا تيزدقنيش راه جار نغو ها منش هادي خسر حسب طامور تلجا 7 ملايين نقط من ملايين 10 3 زوج مترات زوج متر كاري زايد 3 مترات الكاري مش اللي يخسر نغ 4 نغ 5 في حين انه اللي يخسر المليون نغ مليون ونص دراسه الطبوغرافيا سيشتاد من نجد الحدود تخيل دراستي اتهمي غلب الارشيتك خاطر شادي تجي دراسه صغف يعني اني لاني وقع ما سمتي راه تجي دراسه صغف لا يغل لا وسيط خادي زوال هادي تجي كاعي بسيونو عادي من بعد زوال اي بنايه وكلش من بعد سيزوال لارشيتيك سيني يا ربي واش هذيك الفصال تا واحد انت مارو اللي حصر ريمانس في حين انه قبل لارشيتيك سي ثلاث تيران هكا دي نجم شويه شي غلب من الاقتراحات يغلب من بسيون يغلب من خاطش لا غرس يرقب يغلب من انت يا دا عزام لارشيتيك غرس الحس الجمالي التهويات كل جنيب سيونو كم اللي يرقب يغلب من اللي كان نعقب نغف تما شويه شي غلب من بسيون اتندي ربح المهندس المعماري في حين انه ازادي من ديرك من بعد سجل الفصالت اللي حصرت خلاص ما ربي تيش الفصالت على حساب اني لي بنا بصح في حين انه دي نجم دي بدل كاع عادي بدل غير تي سنان انا شان سنان تبدل كاع الفصالت يغلبني بسنات ندرب خرج العمار سنديما يعطيك الصحه اين توت بلا ما انت دراسه الهندسه المدنيه ماشي جنغ بلا ما ديرون فرصة ديريكت روح تجي دراسة تبني وفق معايير لا غرسن للمحلفين المهندسين المدنيين لا غرسن يعني مسؤولية ربانية قبل ما غرسن مسؤولية مدنية هاد حماني ما نسن قبل ما تجن دراسة تجن مضادة للزلازل لا قدر الله يكون زلزال تقيم ستاب خاطرش لان ديني لكي تزويد تعمر دي ستار واتش زو تعمر دي ستار واتش الوالدينات لا فاميت شتي كزو تعمر ديس يبها ايدي مانتش مع ربك اتجد دراسه وقايه كوقايه جد الاسباب المهم جد الاسباب كاع عنيني من بعد يصار شراء من غام المهم لك جد الاسباب لك تصافي اين توني سلجانب لوكو المهندس المدني يجدي يربح غلب سلجانب نريال باش يربح سلجانب نسويفي بتا زوان خدمة مع الماسو والهم لا نسويفين الدراسة خاطش ممكن هادي تجي كاع البلون هادي كلش بعد يزق الماسو بعد سي تي جي سي سي بيس بدال سي
اغاني فادي زوادي تسويفي مع مكتب دراسات تخقع بسنو كيحكي غوصن قاعد تقيمين غلب بالنسبه للبنيان اللي كليت لنا صح رباش حفظي ومساحني صوم تفاصيل رباش يسلم مري بها من شيتني دي لكان غد نقن البنيان نغل نغشطي سل خبرتني مزوار نغي لان سيشين دي غرمان نغزر مزاب لكان تدريور التراث سان سيول فوغلان نغدي قن التراث عالمي يوتف دي اليونسكو العبقرية مزوار البنيان التونس خداما التولات التونس خداما ربي وشاسني كتلا حكمت وشاسني قد زمني نجمنا تسيلين وني غرمان مبارشني مقرن مانشيتني الدخا ولي مارو الحمد لله لا المكاتب دراسات احترافيه مانشيتني تحدو لي خدم يمانس ممكن اضياوض اضياوض كتلي طاب نغيك المرحله هذا عادي ندلي سفساد غادي ندم سو خدام مني بصح غادي يستخدم غادي يخدم لي نورم غادي بمعايير دوليه بالخصوص تاويلات البنيان غلا المواد البنيان اللي كنشرى ايبها وتتدخل المصالح التقنيه سي تي سي المراقبه التقنيه للسكن يعني قاعد شرايو المصالح ولا نرني نت يغلب باش تفاليدي تسند باللي اعماري كي تعمر دي كنو مشاني لان ما تشيتني تخدم لي نورم غير تخدم سي خدام دازعي رباش يحفظي وموسى يمكن شنجا اولا مجارو بتلا كي تسلم ان شاء الله غلت سات بالخصوص الا ان شاء الله تلوف السكن ازمه السكن الا ان شاء الله التوت استمرت النظام الا ان شاء الله هدف نعمر هدف تسهيله تمدنو بلا التحفيزات الا تيش تمرت نزاير الدوله باش الا الاعانات الا تيش مدن باش الا ان شاء الله هذه عاد غرسني قل مسكن لائق الا ماشي الا هذا يحفظ الكرامه المواطن الجزائري الحمد لله غالي ماروز ديال لاديس لغرنغ اعانات من الدوله الجزائريه فيما يخص السكن وسي وي طامورت جمد بالاعانات نغد زاير لا وسي ستوج ديريكت طامورت مع شراكات مع شركات اخرى يعني انت نخدم منها كلش اما اني نو كاع في جانب الجانب يتسول ديال سي مارو اما الجانب الاخر وسي صغو غادي نجمد بنا ماشي جناغ فيما يخص مكاتب الدراسات اكيد انه غرسنا بلمبين للمهندسين نيت المهندسين المدنيين لا نغرس لي نور من سي تي سي المهندسين المعماريين لان عزما في الحضاره نولان عزما في الحضاره الجزائر البنيان الجزائر الاركيتكتور الجزائر اركيتكتور تقديم التجديد لان عزما في كلش يعني الجانب الجمالي اكيد بالتحديد كل بالجانب الجمالي واللي خصها تهملا اسوش الجانب الجمالي الجانب ماشي شنو التهويات الجانب الامان سواء القانوني اسخير نشان بتاز ديغو لي خير نجم اسخير نولا نشان هادي صغا نشان لوندرا وايبها نجمن الجانب الامان ماشي جنغ البنيان هادي يكون امن ومريح د العقوبيتز د عمارز د نشان الى تقيم هادي د نشان الى تشار ندي ستارواس ان شاء الله ان شاء الله ربا شاف دايوا ربا شاف تنمر تم قناتي وتنغ مساح نق سي توتن الاطارات دي شركه عقاريه خاصه داني تم غير تتزاير ربا شوف قي ومسايس نمرت الى ان شاء الله اغنت سي شيم تدار الى ان شاء الله دين تدار توانزا سعاده ايلون اتزاير انا شي تنمر تم نقايد تشك تقيم تبار ربا شاف دايوا مساح تنمر امين ربا شاف دايوا محمد توتن برشن عزيز ديما الفقرات نتوما مرحبا انا رنينت انبد مع ونيزلين ومدياز دحواف ادريس محمد بهجو اول املا هي زعيم نولا والنيولة ملان أزلت شدا مقران توني لشدي سوال أمي وفين مدن ناشي سعان ولا سريال أدي قيم واستحض من تيدة يسبهال أيولا ملال أيولا ملال أيولا ملال أيولا ملال أيولا ملال جلي دا مقرن يتجسم شان يفرن تجد نستن وتفغل الجنات إناسي وتعافار متول سدا برشان عدي قارس وعفر السادد هنات دي زيت والرزن تقن سلدا ملال إيزي غسم اللولاج تتريد سيوش قبال عادي زيت والرازن تقن سلدا ملال إيزي غسم اللولاج تتريد سيوش قبال عاد تريد سيوش قبال
راس تزارا وال ندن غرس قاعد مدود شال هولي تشمر الحمى هيس قنطا عيب زوال أولى من الليل 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 ست زعمي سخسن سوامن Son sourire précède ses mots. Le corps pur. Les gens pour lui sont amés. Le corps pur. Son sourire précède ses mots. Le corps pur. Les gens pour lui sont amés. Tel est le corps pur. Jamais fâché pour longtemps. Doux comme la brise. Modeste auprès de tout le monde. Il soulage les esprits. Il tourne la page pour toujours. Il soulage les esprits. Il tourne la page pour toujours. Voilà pourquoi on t'aime beaucoup. Cœur pur. Cœur pur. All the best of hearts. Priceless you are. Purest of hearts, all the best of hearts, priceless you are. Purest of hearts, we wish we had enough cash to afford you. We wish we had enough cash to afford you. Really lucky whoever you belong to. Really lucky whoever you belong to. شو لون الناس بكادن ولون الناس بكادن سيرة النس وشراك دوين اللاس استوى على بدن دوين اللاس استوى على بدن هاي تملتن قوي وشين تملي ويريضن ستيفوتش عشان ترى أولى وانت وضويضن تملتن قوي وشين تملي ويريضن ستيفوتش عشان ترى أولى وانت وضويضن عشان ترى عشان ترى أولى وانت وضويضن ربي إن شاء الله يسمله أولى وانا يسمله أدمى وانا يبهادي زلي نحو فدوم دياز إدريس محمد باجو ربي إن شاء الله أغني جديمة سمدني لان أولى نسن دا ملال ما تشقارني مزوار نغ أولى ملال لديش أولى برشان ربي دي اسمل أولى ونا نغ دو دمى ونا إجان غديمة تم اللي أماس نولى ونا نغ دو أماس انتم الدورتنا ديما تلي معنا غادي الفقرات نتنوبة نمرحبا نود تفريتني واتنغ مصطفى نحمد بوسعدة إشتمان انتم الدورت اجتمعت مدورت معي وتنغ المختص النفسي في علم النفس العيادي السلماد مصطفى نحمد بوسعدة ايوه مصطفى سلمني وجدان بارشفت تنميرت ايوه محمد تمدش تنبارشت لكي تسبيه البلاطو الله يبارك شتوجات تسبيه التدرب باش يحفظ ايوه مصطفى امين بتيد لا غلامت لا بس الحمد لله كعلا بخير لقد ربيع لي تتفت الصيف تبدا بسيس خان مع الفونطابل اسني نميد مسيبسيت اقل من ان شاء الله ان شاء الله بسيبسي ان شاء الله هذا قاعد الرحمه تسوي شام قران رباني رحم ان شاء الله وانت تدخ طروان غين المدني الا ان شاء الله مرادات فن الامتحانات يعطيك الصحه اخر سنه فصل مجارو نفيت شارد سنمن ان شاء الله يكتط في تم قران كل بتاعت نصح حدا يوم صفا يكت النصيحه بهاي الوالدين دمري وانا مش في قنطروان سن يعني امتحانات نوخذ نسقاس نشمر نسقاس بالخصوص دخ وسي الشهادات خاطر نسوسي غير الشهاده تتعاد غير سي قنضغت بسي وجار في حد وضد تكرطات مزورتي الوالدين سنين رفق طرون وموسنو شيء قضى الفروض لانه في الامتحانات الى وسيله تجا ليكزام بلوم الامتحان الابيض بالنسبه لشهاده البيان مع الباك يعني المرافقة أني غير سيقن الأثر نفسي بها بالنسبة لكارضات ذات التلاميذ منسن أسنيني سر النجاح دين الثقة في النفس بمعنى قد ما نشاهد وجدين التلميذ قد ما نشاهد حفظ ذي راجع
هذه كاع مخططات معرفيه. السنه هذه قيم يعني المكتب مغلى يعني في القسم استسل ورقه الامتحان بدا الحاله النفسيه لا متوازنه لا غير استقتمان ربي ان شاء الله هذه يسترجع كاع المعلومات هذه جاوب بطريقه صحيحه. بدا صرانا دي زاتاك دو بانيك نوبات الهلع مغلى فوبي ديكزامان الخوف من الامتحان مغلونكسيتي اي حالات القلق. طبعا المعلومات اللي قاعد فرفرنت في نهايه المطاف ولديتي وين نتيجت دونك سير النجاح داين الثقه في النفس رب الشحف دوم تقتوا وغدتوا شنها في ومصح ان شاء الله تبعنا ونبلاطوا تبعنا ونحسسوا الموضوع ان شاء الله ربي ان شاء الله رب الشحف يبقى همتش ماشي تنيد الثقه في النفس ان شاء الله بنادم يلاق تم دور سي لغاتيج ممكن ما نسيو نفس الموضوع عنده هو السو ايوا مصفات خير دانا التوقع والاستعدادات النفسيه انه البنادم ديما دي عاد غسل الاستعداد النفسي لاي مرحله في حياته توني تم دور تزوا محطات تزوا مراحل تزوا ابتلاءات اختبارات امتحانات ان شاء الله موضوع ممتاز جدا بها الا كان غت نفسه يمدنا لنا باش الا كان غديما نقوى تزمرت نفسيتنا يتمدرتنا ممكن تسات ما غنسيو الفو الموضوع وتسيو لدان غيسبيك دعنا يوم مصطفى لحس تقدر عند سيولد في الاسعافات النفسيه يعني الاسعافات الاوليه مسح الاسعاف النفسي هذيك ان شاء الله نبهاي لك انا البنادم ما نشري الاسعاف النفسي تنيمانس الموضوع نوسو تديد التوقعات والاستعدادات النفسيه ممكن اول حلقه التواصل اللي تقن جار الموضوع ازوان الموضوع وسو رباش يحفظ يوم محمد الحقيقة يغلب المشاهدين الكرام لان تصل تسجنا تقترح المواضيع النجمة غاشيني يغلب المواضيع غرسن العلاقة الجانب الصحي الجانب العضوي سواني المتعلق بالأمراض مثلا قولون عصبي مثلا نوبة الصرع الأمراض الجلدية وغيرها نشين لكان غنبيت نبيع الاعتبار مسح نظرا يوم الركن اللي يجو لي سنوات نتحاول ونتكرر يعني مواضيع دونك الا واش يقترح الموضوع يتقدم يا تحاول ديما نكون يعني المواضيع دي جديد سي بور سا الاونه الاخيره تقريبا يود بعض العناوين اللي اول مره تطرح من بينهم الموضوع الحستيز وان داين الاسعافات النفسيه في حالات الطوارئ ديك الموضوع الا يعني جوجن الصدى دا زعلوك يغلب من مد نتصل حتى مؤسسات حتى المراكز والتوصل باللي تدخله برك طبي جراحي ولا التدخل النفسي غرسي قال معنا دا زعلوك. وبالمناسبه يوم محمد يعني قبل سنوات تغ مسؤول رئيس لجنه الاسعافات النفسيه في الهلال الاحمر الجزائري والحمد لله اكتسب يعني خبره ميدانيه عمليه لاحظ باللي ميعديس المرافقه النفسيه الاسعافات النفسيه مع الجانب الطبي الجراحي يتشقن الاثار مغت النتيجه تلان غير متزعلوك توحديت دونك اللي اخترته لنا باللي خلاص نجوي الاسعافات النفسيه بصح قبل ما نوضوا المشاكل ومضغوطات ومرحله الابتلاء يبها التعريفي توشي دي مارو دونك لازم انا توقع لازم نوجد لازم استعدادات نفسيه سي بور سان نخير يعني الموضوع بعد الموضوع الحس تي سوان رباش يحفظ يا مصطفى نزوي مارو التعريف مباشره ممكن انا نعرف يمدنا الجمهور وسيله اللي يتبعنا غادي تنوب مرحبا بدا التوقع داو الاستعداد النفسي المهم الكلمه تو يوم محمد توقع ديك الكلمه متداوله يعني نتسلات نعزمت نتاريت في المقالات ممكن هذه نفسهم بالضبط نسجم نسجم عرباش تشتد المترجم الرسمي دونك النجم النيني او حالته التوقع وهو برك المجال النفسي انتفيت كاع المجالات الحياه على راس القائمه ان في الاقتصاد يعني المختصين في الاقتصاد ديما سواء بلغه الارقام بالتغرنا مثلا مداخيل المصاريف بالتغرنا الاستيراد التصدير الى اخره دونك لاحظ ديما سواء بتوقعات في حاله ما نجور البرنامج بعد سنه بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات شو ماني نوض ويتوقع في الجانب الاقتصادي النجمه غادي النجمه نتحكم ديس هامي خاطرك ديس الرياضيات ديس لغه الارقام مين ان لغه الارقام لش العاطفه تماما يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين صح مين تنبي موضوع التوقع نسيت في العلوم الانسانيه بمعنى انظر مثلا الجانب السياسي انظر الجانب الاجتماعي انظر مختلف المجالات بما فيها المجال النفسي دونك نكمل نتخصص جار في علم النفس العيادي بمعنى نسيو في التوقع الشخصي الفردي وهون الدول وهون المؤسسات نصح لا بيرسوناليتي الشخصيه دونك المجال التوقع هذا يمكن هذا يكون في الشخص هذا يمكن هذا يكون في العائله هذا يمكن داني تماس العلاج الاسري مغلا تيرابي فاميليال هذا يمكن هذا يكون لا بسيكولوجي سوسيال علم النفس الاجتماعي الور الدراسات في الاونه الاخيره يوم محمد يغلب سواء في الجانب المعرفي يعني التخصص من جانب تمارس المدرسه المعرفيه
يعني كونيتيف سكول الجانب المعرفي داين ديك نحد كيفاش هادي يوجد مخططات، هادي يجي افكار، هادي يجي برامج، هادي توقع نجاحات، ربما هادي توقع اخفاقات في حال تفشل بتا غادي. دونك لاحظ المجال تقريب ذهني ومعرفي، والجانب الدراسات وجار الجانب السلوكي. سي بور سا سي نجو العرض والموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي باش كنف يعني الاسئله التفاعل. الحق يغلب مدن والفهيما والاستوعبا الى وسي لي بون لا بلوبار لي اول مره تسلنا الموضوع الى وسي وليسين اصلا باللي لاق الموضوع تم نفس التوقع. الور اندود التعريف يعني الانسان كيفاش هذه توقع بعض الاحداث بعض الايجابيات ما السلبيات الى اثر في السلوك الشخصي. سنستعمل مصطلح التوقع مع الاستعدادات النفسيه باش كنصاود الفكر التجار، بمعنى كن حد هذا يكون مستعد داين موقفني ياين ظرفني. قل المثال بسيط ايوا محمد من زون رقم مثلا الطوموبيل السياره، نسول اي شخص سني عدد ماشي ديس نرواد دي طوموبيل عدد العجلات هاشيني اربعه، في حين طوموبيل ديس خمسه نرواد، بمعنى فايد خمسه ثلاثه رقم سي لا رود سكور. دونك نفهم باللي مهندس السياره اللي تجو عجله خامسه كتوقع اون سي جامي تكروفيس رودت هذه نجمه ديس الكتاب جنس. من زوا الى اي محل تجاري مثلا مغيلا مركز مغيلا اداره لازم في الجانب القانوني ان في الاكستنتور يعني تني طافانسيست فوت. لماذا؟ لانه المشرع لا يهتم صحه المدن اللي قار في حاله ما توقع دي شي ماس مغين فويت ما تشعلت فوت لازم تنخذ هذا الموقف. كيف كيطلبوا تا فارماسي الاستعجالات مع حالات التدخل الطبيه وغيرها من حالات التوقع. دونك سواء امثله يو اسنج الاسقاط في الحياه النفسيه. يعني ولاد اجلي دام قرا القران قال ربي القران يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، يعني ولاد ربي ان خذوا حذركم يعني باش الى بابس يعني كاع بابس لا هادي حذر ايمان ستمدرت سغنسول في مدون التوقع والاستعدادات النفسيه ومصطفى المجالات نون الاستعداد النفسي دون التوقعات النفسيه ومصطفى تغنسول ديوني مدون نغول المجالات. السؤال شبه ايوا محمد توقع من الزوار الانسان تعاش جار الزيمانس، بمعنى اراب الظن من زوار الى اي مدرسه مثلا السنه الاولى مثلا الثانيه ابتدائي سني بتتمني اذا تكون المستقبل ان شاء الله. دونك هوني عباره عن توقع سيوختني اريني لا غير سيقل هدف معين. طبعا ونتجي الخيال مفتوح ونتجيك التوقعات عشوائيه مغونزوك يغلب الجانب السلبي. لازم ان نبنى نظريه التوقع على اساس جانب ايجابي باش كاين وراني ادي عادي خدم وفق اين نظرتني يتمنى دي يكون مهندس مغ طبيب مغ فلاح مغ استاذ مغ في اي مجال. يعني نريد المثال. المثال الاخر من زون رقب الهوايات من رقب المهارات خاصه في سن المراهقه. انسي ولق الفتاه مغ المراهقه سني منت المهارات خصها تكتسب. انت مثلا اللي يتبع مختلف انواع الرياضات يكثر رياضه من كان سبور اللي جيت البالس يتمنى ياس يعني اصيود وني عباره عن توقع. دونك داني لا بيرسوناليتي الشخصيه. ومن بعد نزوا الى العائله، يعني بابا انت درت هذه حكى مع الزوج تسمع طروس قال تدرتنا ان شاء الله كيفاش تدول اسرتنا مستقبلا كيفاش تعاد طروان نغمز عليك ان شاء الله هضر وتكون اسره ممتده. يعني بهال افكاره باش الانسان ولي تعيش برك اللحظه تني هذه ديما غير توقعات مستقبليه. دونك قد ماشي تكون غير صون مخططات المعرفيه قد ماشي غير سلمني قد ماشي تطاود ان شاء الله باش كتنحقق من فغ من اسره انزوا الى المجتمع. في الجانب الاجتماعي داني توقعات مهمه جدا هذه يمكن داني ومحمد تات في لغه الارقام. داين دبتا من ذكر بعض الظواهر الاجتماعيه مثلا نسيول ظاهره الطلاق قال 2024 ما نسيول السنه الماضيه 2023 كم عدد الملفات على مستوى المحاكم لغرا حوالي 75 ألف ملف طلاق. يعني 100 نضرب في 2 يعني عائله الزوج وعائله الزوجه النف 150 ألف عائله في صراع. دونك هون الرقم اغنيوش توقعات مستقبليه. دونك طروانس كيفاش عاد الحاله النفسيه للزوجه الحاله النفسيه للزوج بتدفغن كاثار في الجانب الصحي النفسي بتدفغن كظواهر اجتماعيه مثل الانحرافات التسرب المدرسي انتشار مهلوسات وغيرها. يعني دونك داني التوقع مهم جدا. ومن بعد يعني انسي المستوى على النوض في المنظومه التربويه بشكل عام. ربما شي حفظي بهذا ولا يوم صفا سنسول فوبريد نكون التوقع التوقع والاستعداد النفسي بالخصوص ممكن ديما نشنزو الايجابي تنزو الوبريد زعيم باش لا حد الا غادي يكون ايمان عاد غاز ديما توقع ايجابي واستعداد نفسي ايجابي تندرت. مهم ايوا محمد قضيه التوقع نجم انني عباره عن ثقافه
ديك لا كولتور لا باب ماما من خلال معامله من خلال السلوك مع ورانسن تركبنا سنه الافكار. كان مثلا يوزنت غير السوق برك اسوش مثلا الريال ديسون اسيني في حاله ما توفيد السوم ترني اويد كذا وكذا في حاله توفيد اون لارتيكل اود مع الشرايو وني عباره عن توقع لكن نضرب رايو هذه عندي ما غير معظم المخططات الا نادي سلكت بجنس الا نادي تجي الحلول ولي تقيمي حاصل بمعنى اسنيني الولي توني ديك التكارضه مثلا كنت مما توزن ميسي المتجر وتبي مثلا ورقه ناري قد لي زارتيكل 3 4 5 اسنو شريال قد وكفى خاطي هذه يمكن نجم منه لي زارتيكل ومن بعد اسنجي فضاء للابداع فضاء للتكوين. في بعض الاحيان ولا يغلط يا محمد لا يوتف في التدريب ولا مثلا باب انت حنوتي يوشاسيك تسلعه تفاز ذا كذا اسين روح الريت روح ينس خاتي ذمن ولا يغلطاس الحساب اسين روح طالب الحق ينس جدير الصرف لا يغلطاش الحساب وهكذا. دونك كون التدريب التوقع يتعدى في المراحل الاولى من الطفوله ومن بعد نزول لمرحله المراهقه نطورو نسيول قضيه المهارات يعني عادي كن حد يدرب يمانس. وبالمناسبه لفتره الصيف نتلاحظ يغلب يعني الشباب تدفن في مجال الحرف اليدويه في مجال العمل يبها حد ذي لمد حرفة مثلا صناعة مثلا الجانب لا بلومبري مغ لا بانتور مغ أدب بحرفة أتناف من بعد ولو إلا في الجامعة ربما حتى في دراسات عليا ديما اللي يكتسب بك الحرفة تمغ منه وتلحرف إلا دي استمفعسيس الحياة الشخصية ربما أنت من بعد ذي بنا منشي طول بلاطو ومزور الموضوع أني مهم يعني ولا أنت ذي يكون غرس قندق ولا أنت ذي يكون غرس الرأي طريقة البنية أنت درتس دونك أو النظري تتوقع تتفح حتى في المهارات فوالا انزايمر الى مرحله الرشد نسيو مثلا في الزوجين باب ماما مغ الزوجين قبل ما عند باب ماما نسيو في مرحله الخطوبه يعني تصور ايو محمد يقنواس يعني كتلو جن تجن التحضير للزواج مغ تجن التكوين والتدريب لمرحله ما قبل الزواج انني بتغى نقترح هذا الموضوع يعني وشي تكاع بات ديز العناوين اني غاسن التجمديس موضوع سيكولوجي الطلاق الجانب القانوني يعني المشرف في البرنامج يحار انا زوجات زوجان وصلنا الطلقن زوجات سي المشكل يعني اكزاكتومون دونك ني غاستوني تات في نظريه التوقع خاطر كل ينضمن المشروع الا ناجح 100% في حال ما نوض في اليوم الزانيت يتوقع نوض في اليوم الزانا مهم صورتو تبها يعني فوالا صورتو تيشانغ اللي راهي ولا يتجه مخططات معرفيه الدوائر نيالا ديال الدائره الكبيره قال لدي برغا بريدو دجغامو في حال تولو في غناتي شتوى تزور الواب وهكذا دونك منشي ان اراي وانت دي بدا يتزعليك تدريجين مراهقة سن الرشد مش كادي عادي استعمله طريقة التوقع في مختلف المجالات الحياة دونك ادعو دغدو الطلاق سيس اني غامون بتد الهدف سيس خاتي من باب التخويف خاتي من باب التشاؤم خاتي دا سوقود ميدن مصح اسنوش سلاح فوس في حالة ما تنشحد الشد بتتجد في حالة ما يوقعش يقل الإخفاق شوف كيفاش تصرفت خاطر كهامين كان نلاحظ ارتفاع مثلا نسبة الطلاق هامي اللي جهل طريقة الطلاق أصلا يعني بتد شراي لين صابت الطلاق بتد الميكانيزمات الآليات اللي أدحمنت الزوجين بشكل توتال يعني زود الجانب الوقائي من الطلاق يعني بارك الله فيك إكزاكتومو من زول الخطاب القرآني ربي عز وجل ميغنينا غفور رحيم في نفس الوقت غنيني شديد العقاب بمعنى بتقن حتى يطلع عاطفة باللي توفى بيا سيدي خاطي الذي عقوبة في حالة ما يغلط الإنسان شو ذا بتسيقة ميلا جن حد متربص في مدرسة السياقة مثلا المدرب مني أسيني طبق قانون المرور أتسلك ذا على خير تغلطت شو بتديز العقوبات من قانون المرور بمعنى سواء كيفيتو جن حد مخصدت في مشروع جديد سواء شخصي اجتماعي تجاري ذي ما أدبي جانب التوقعات أيضا مش كذي حماي منس أي بهذا ولا يوم سفر باش يحفظ سون نفسه يعطيك الصحة باش إلا كان غير بريدن إلا كان غنو أنكوني معنا نغ شخصيتنا بالخصوص ماشي إلا كان غنيجور مع التوقعات أنت مدور تنغدي منه ومدون أنت شرائح المجتمع سو مزان ألوز عليك سغنزو أغل الأهداف نغي سويتن نوم التوقعات دولي استعدادات نفسية ما نغان صورنا يوم سفر مهم أيوة محمد الهدف رقم واحد واسي استعملون أسلوب التوقع الله حد ديما يتمتع بالصحة النفسية غير ساني تمنس استيم دو سوا مغ لا كونفيونس دو سوا مغ الثقة في النفس هامي خاطرك البرنامج ولا يوضاس ليتوابنا يعني في عدة خطوات في عدة مراحل آلة ديو الديني دونك واسي يستعمل توقع أول شيء تعشد دين الثقة في النفس رقم اثنين هذه تجنب التردد خاطرك هامي الذي يقنشات تمنس صناعة القرار كيفاش بنادم هذه بالقرار الحياة
اللحظه اللي واسي مثلا غرس عده افكار غرس عده مشاريع ربما غرس اموال ربما بصح وليت السن ما انت بريدا دي جور ما انت الاختصاصات يخير في الجامعه ما انت خدمتي لنا تلقسيس اهمي خاطرك غالبا نش غرس التوقع نش غرس خبرات في الحياه. دونك الهدف رقم 2 عند القدره على صناعه القرار. الهدف رقم 3 الاستعدادات النفسيه تجنتك لوقايه بنادم من الصدمات العنيفه، بمعنى ميجوري كان برنامج معين لا يتوله في حاله ما يوقع كذا شود بتا يوقع يعني شود بتا عاشر شود بتا حسير ديما او الرساله تتلى موجوده في العقل الباطني تشيس الانسان يكن نوع من الطمانينه ولا يوقع شوكني الاثار الصراحه يكون سطحي هذا يكون خفيف حتى كان حد يجو لامان تشخص توقعات لا يجرو بركه يعني ابسط صدمه لا قدر الله تصد في الفراش يعني السج اعراض عنيفه جدا. ثاني نوشي قال مثال بسيط يعني كن حد خصاد يسافر يعني طوموبيل يسلي كن الحصه موني الموتور غير طبيعي يعني من باب التوقع غادي توله دونك قبل ما ديفواجا زول ميكانيسيان مي تيرقب اسيني طوموبيل ان شاء الله هشتاوي ابريد من صح توله قال شوف منشت لا فيتاس تي جورد باش كولد زروت داين الجهاز ني ماين الاداه ني في حاله ما تودد لازم تخدمت. دونك الشخص كيفاش هذا عاد يتسوق يتوله يتجه الحساب يعني ولي التهور يجور بطريقه الى المناسبه مع عين العطبني باش كاس ربي ان شاء الله غادي يعود في حاله ما ولي يود يوض دون بان بريد انت نفسين لا مستعد لحاله ني لا يجو الاحتياطات لا غرس تليفونات ربما الى وسي رافكت الى زدسات الى صفر هذه تجو كل يعني الميكانيزمات الى نولي تطي في الازمه. دونك دايما نظريه التوقع الى نحتاج ربش يحفظ ايوا مصطفى سوني في ستون يعطيك الصحه ربش ينور ان شاء الله ممكن نزول لي ستون يعني الاسئله باش الا كان النفس وجار ممكن سوني ستون ممكن اتسيفاود مدن وجار الاسئله ان نفهم الموضوع نرجع انزول ستون امزوار يوتنغ عبد العزيز ميم ان نلاحظ بعض الاشخاص لديهم استعدادات للاحداث خاصه السلبيه وبعض الاخر ينصدمون لابسط الاحداث ما تفسير ذلك ممكن دني تسول دنا غيوا مصطفى يعني لولا نغرس استعداد للاحداث السلبيه بالخصوص خاطر اني لاني ايجابي البنادم يفرح راسي يتكيف معاه بطريقه بسيطه وعاديه جدا بصح اني لن يعر لاني لن يلزم لي عاد غرسك الشخصيه تقوى باش هذه نجم هذه واجهها وانت وعري هذه عاد غرسك الاستعداد النفسي يقوى يا مصطفى ربش يحفظ ايوا محمد انشكر كاع واسي اللي يساهم معنا غصوا الاسئله الاخ عبد العزيز اللي قر الى واسي غرس استعدادات الى وسيله خاصه الجانب السلبي تفسير الزبطه اول شيء غرنا كنشرات تما ناس انماط الشخصيه لي تيب دو بيرسوناليتي نفهم باللي ماشي لا الجروباج اذا من مثلا الاماد البي مود الاو كيف الانماط الشخصيه غرنا حوالي 10 انماط ربيع الزواج كاع البشريه اللي جيت ندي 10 راني يا دام زوار يا تفيد سنه يا تفيد 5 يا تفيد 10 دونك لان بعض الانماط غرسن استعدادات فطريه ربي سبحانه خلق نسوا منيا انوش المثال الصفات الشخصيه القياديه الا وسي تلالت سي لا ضاب الزانيه غرس يعني نوع من القياده معايا مدو تشالس معايا تماس ومن بعد زوال المدرسه ومن بعد دي زعلك وهكذا شيء استعداد الا وسيله الشغل ساهم طريقته ربي سبحانه سيتي خلق وشوشه والاستعدادات دونك لازم غادي يجتهد باش غادي يكون غرس وربما لا غرس يعني قل مجالات خلاف الا غادي تميز اسم. دونك وني الجواب مزور الجواب في سن قلت الخبرات وسي يعني يجو مانس يتعاشى روتين يومي يتعاشى البساطه ديما يتعاشى تحت الاوامر لاش غرس يعني ابداعات لاش غرس قرارات جريئه لاش غرس امكانيه تضحى في بعض المجالات تس حتى المخاطره دونك ولي تعيدي غرس التوقع. لماذا؟ لانه التوقع يتجه بنادم اللي لازم اديد الزيمانس لبعض المشاريع لبعض المجالات الا نديس الربح والخساره ماشي ننطرو ماشي الجانب الاقتصادي ماشي الجانب السياسي ماشي الجانب الاجتماعي ايضا المجال النفسي ولذلك وسي غرس التوقع بربي ان شاء الله الصدمات النفسيه ولتكونين عنيفه. يعطيك الصحه ربش يحفظ يا مصطفى نزول سستون نفيت سن وتمتن خديجه عين ان كيف ندرب ابناءنا منذ الصغر على استعمال نظريه التوقع في سلوكياتهم يعني ما نشي لك انا نسجمون غنربى طرون غمزانن الا كان غنكلديسن نظريه التوقع تيشلين سن غبريد سن غسجمين سن التربيه سن خاطر الاثارس اللي عاد غرسك طات في التم قران تم دور سن بالخصوص مرشد سن اللي من المشاريع المستقبليه. السيدة خديجة تذكر الموضوع مهم جدا سؤال جوهري في الموضوع سؤال جوهري يعطيك الصحة داين كيفاش نسلمد ولو أنه نطور وشارك التقنية ميعاد مما تزنى راس السوق نشينا دين قبل طريقة بناء التوقع نحتاج في مختلف المجالات التربوية إيوارا
يعني اراني لا نادي زوال وعزام ولاد المعلم المعلمه سوش الفضاء للابداع سوش الفضاء للتكوين سوش نقل المجال باش كدي سبين الشخصيه باش كدي حكى في الافكار ولي تعيدي ديما منقاد ولي تعيدي ديما يتوسي جورا كيف كيف مثلا اسره مثلا نقل بابا يرقد عده رياضات خصها يسجل مميس ولي قير بابا نشات سجل غميك السبور يخصك خاطي لازم هذه حاور مع وراسه سيدي ما انت المجال تقصد تقصد مثلا كره القدم ما تقصد الجودو ما تقصد الفروسيه ما تقصد مجال اخر اللحظه من طريقته الحوار الاستجابه من وراء تتبنى على التوقعات هذا تفغ المجال وبالتالي ساعد ربما ديش بيدل وهكذا دونك ماني نزوا النوادي الثقافيه النوادي الرياضيه جانب التربوي في الاسره كاع الا ادوش النسب مختلفه من نظريه التوقع شخصيه نوراني الاثر ماشي تذكر صاحب السؤال وهو بالضروره تنرقب اختني بصحه نرقب مستقبلا ولذلك هو محمد داني لاحظ الا وسي يحمل شهاده عليا في الجانب النظري غير شهادات جامعيه وربما حتى دكتوراه وربما غير شهادات في جامعات عالميه بصح مين زوا الواقع كيفاش اللي تعاشا يعطيك الصحه كيفاش اللي استجوره الاسره التص كيفاش استجوره الجانب المادي للاسف نرقب اخفاقات لا في الجانب الاسري وهو ديقني لا نتحاور الى الناجح اسريا لا في الجانب المالي ربما لا غرس اموال ما لا غرس الصالير دا وحدي بصح ولسين كيفاش هذه جيرين الاموالني اما في الجانب الاجتماعي هذه في جمعيه هذه في هذه كريه النادي ومن بعدها تصلح وهكذا دونك القضيه والدق لي الشهادات قدر ما تدق لي لا خبرات الانسان وبالمقابل الا وسي المستوى المتواضع يعني ربما مستوى متوسط ما ثانوي بصح في الجانب الاجتماعي الله يبارك لنا ناجح قيادي يعطيك الصحه يجو نوادي يجو يعني لا غير نماذج مجتمعنا غير المشاريع الخيريه اللي متعلق بالمساجد المصليات بريدا المتعلق كاع يعني النشاط الخيري الحمد لله لا يرتبط برك المستوى الدراسي قدر ما يدق الجانب الخبره يعني التكوين الاجتماعي غسق نوازل دام قراني مصطفى بلا تكوين اكاديمي يعني. بالضبط يا أيوة. رباش يحفظ يا مصطفى نزولو سستون فايت شارد يواتن أحمد بايقر كيف نفرق بين الاستعدادات النفسية والتشاؤم يعني باش نفرق جال الاستعداد النفسي لحد إلا نقول الشور التشاؤم فهنالك من يسيطر التفكير السلبي على ذهنيته يعني ديما حد يعني المخص تفكير ديما سلبي يعني من الشخص التفاؤل والشخص الإيجابي تم الدورتس ويكون متشائما في مخططاته يعني ديما يرقب المستقبل التشاؤم مخططات ديما شلون التشاؤم بتغتر دا ونسستون يوم صافا الأخ أحمد أيضا يمشي على نظر السؤال جوهري من خلال يربط ما بين قضية التوقع مع يكون حد لان متشائم يكون حد لان سلبي داني هادو شغ احتمالين ديس الاحتمال هو الشخص يمان سلا مصدوم ليتعاشى يكون الوضع تمنس بوستروماتيك ما تمنس اضطرابات ما بعد الصدمة أنوش مثال بسيط أيوة محمد يعني قبل ايام فقط نعاش يعني كالفجع التزعلوك تاع المستوى الوطني داين دبورسني توفى الصابلات ربطنا يرحم يصبر الوالدين سن قاعد الاهالي سن دونك اي جنبابا ما كتمما مي ترقب المشاهد انني على الشاي رحله يوارس السيني والزقا اكيد ترقب نشوف نجره الطاون بالضبط دونك كاين الصدمه العنيفه تلتوشاس توقعات سلبية تلتوشاس تشاؤم ربما أنني أو التشاؤم نتيجة صدمة لوقت أني وبركة حيلا واسي للأسف أن التشاؤم ديما يطول الحياة ديما يتخمس الكيفيتو دونك التفسير رقم واحد باللي الشخص إلا تحت تأثير صدمات نفسية التفسير رقم اثنين إلا واسي غرس نقطة ضعف الشخصيتس تمنس الخوف من المستقبل يتوقد يعني أي حاجة مرتبطة بالمستقبل يتوقد سيس يتعاشى الماضي وجار الحاضر اما المستقبل ديما يتوقد السيس دونك ديما اش يحكى فوني زوان اش يحكى في الوالدين كيفاش ربى انت اش يحكى في النجاحات بكري بصح باش كادي يخمم في كان شاغل تسات لاش وتنجم غير ربي والزوكيغ والتريسكيغ والتستمير والتعيوين والخدمه هامي غرس الخوف من المستقبل توني العقدته لازم توتس من خلال يعني انسان هذه زيمانس طبعا بدون تهور لازم نكون في وضع متوازن هكا لو تغرس الخوف من المستقبل الا وسي الطرف نقيض داين التهور يدز برك يتونكاجا برك يتاتف باموال يتاتف في يعني بعض الامور الا نولت ندرس ولت نخطط وسنيت جي توقعات واستعدادات نفسيه ربي يحفظ يا مصطفى نزول السيستم نفيدو كاز وتمتن سهيله ح قال ما هو اثر التوقع والاستعدادات النفسيه على شخصيه الفرد يعني سغادي لهذا حد رسق التوقع رسق الاستعداد النفسي بتد الاثار سنظني غندي جي جنوز مول نقطلا مارت فهو شخصيه البنادم تندخ بين الزوجين
يعني بين الزوجين العلاقات الاجتماعيه، يعني كاع توني تشو على مستوى الفرد حديك على الزوجين وعلى مستوى العلاقات الاجتماعيه. نشكر الاخت سهيله داني ثلاثة جانا لا كونكليزيون ديجا جيت السؤال من التجارب باش كان نحوصل السيس ان شاء الله على الموضوع. يقن حتمي عاد غرس توقعات واستعدادات نفسيه شرام الزوار لجانب الفرد، يعني هذه حميمانس وبالمناسبه صورته توسد يعني ان شانس يعطي الصحه المخرج. دونك وسي ليش غرس توقعات يتعادى ديما في حاله من الخوف وفي حاله من الارتباك ماشي كانت لاحظت صورته، والعكس خواتي غرس توقعات يغلب بها هذه يمكن هذه في ظاهره الوسواس، يعني هل دي توسوس الا عاد كيفاش هامي كان هذه كولام، يعني اسئله كثيره جدا ديما الدور المخص. دونك شنو نني التوازن في قضيه التوقع والاستعداد النفسي. الاثر فيتسنى على الزوجين انني الزوجين الا غرس حوارات الا نتريحن مع بعض الا نتجن مخططات الحياه نسن نتجن توقعات صرب ان شاء الله والتوطين في الازمات دخل علاقات نسن نغل علاق جرس نتعجر قوه بالرغم من وجود عواصف بالرغم من وجود ربما نيني بعض المشاكل العائليه اما بعض الاخفاقات في الجانب المالي اما تنقل من مدينه الى مدينه اما الوظيفة تنزوج وتنجح في مجال معين يسبد الوظيفة اخرى طبعا الزوج تسديمه لمعس انني التوقع في العلاقه الزوجيه يتعاون يتغلب عندو لي مارو الخطاب القراني ربي عز وجل مغنينا وجعل بينكم موده ورحمه. دونك تفسير العلماء دابا تاع شني الموده دين اخصين المتبادل الرحمه دابا قال العلماء في حاله ما العجز احد الطرفين تقيم الرحمه موجوده دونك وني عباره عن توقع بمعنى الرحمة متعاد في العلاقة الزوجية ثلاث توبنا يعني فيك القواعد إلا يعني أصيلة وقوية باش كبت يوقع كتل عواصف أمس الحياة الزوجية صربي إن شاء الله والتوطن إلى الانفصال. الجانب في ثلاثة الجانب الاجتماعي معاد المجتمعات غرس التوقعات يتعاون على التنمية لو كان نوش المثال معاد غرنغ بلغة الأرقام نشت العدد مثلا الولادات من شغل نلزم مؤسسة تربوية من شغل نلزم السكنات من شغل نلزم لاحظة نفغ من الفرد نزوى إلى المجتمع هذا يرتبط الجانب الاقتصاد الجوانب خلاف. دونك التوقعات التجامد من عشان أليز هذه الاستشراف المستقبل يعني الاستشراف يحتاج صحة بدا لا شون الأرقام لا شون التوقعات لا شون المخططات نعيش الاكتظاظ نعيش يعني في الضوضاء نعيش في الفوضى عشيني أزمة النقل أزمة الشغل أزمة السكن أزمة الأزمات وسبت تسنتد في ذل غياب الاستراتيجيات التوقعات الاستعدادات النفسيه. بمعنى في نهايه المطاف لا كونكليزيون دين التوقع ارتعدي شخصي فردي فقط غرس الامتداد الناحيه الاسريه الاجتماعيه ناحيه بناء الوطن بشكل عام. يعطيك الصحه ربي يشرح ديو مصطفى ابو سعد هذا المرتب قرانت في تريد فوني سيستون انا نملي ان شاء الله تطفيلة توضغ المدن الا كانت تملاس ديما يكن التوقع ايجابي تم دور تنسن باب زي ما دي الشهر اولس سلم اللي الشهر تم دور تس سوسيرم سلمني بصح بتا يسد يكن شرا الا قيل كان انصبر نيجور معاس يعني نيجور معاس خاطر التوقع يعني اغني ديما نسجم وانا غندسن ان شاء الله ديما ننوى الخير نطلب ربي الله ديما دي استزعمت من دور نغي ويا نغلتي ويا وين نغلي بريد من الخير بصح حتى يوجد كي نشرى بريد ان نحتسب باش الا ان شاء الله غني سوفر ساي المحنه اني نغلبت الى اني صبرت التابات دور الرزن نوم قران اجي تال ميرتي مصطفى ممكن اش نجا اولا متجارو تيفيرت نغي وسيله تسلان غدي ديون تمديت ديون نيمار ابهان الا كان ان شاء الله تيلي تمدور تنسن قاعد التوقعات ابهان الاستعداد النفسي الا ان شاء الله هاديرني ابنان تمدور غبنان شخصيه البنات امين تنمير توغيت تا يو محمد الحق ديما ونغفل في الجانب الروحاني الجانب الديني ارسي قل معنا ذا زعلوك من لاحظ برك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى داني لدي استوقعات دونك اي عبادات تحتاج النيه ماشي قال العلماء باش نيتني العبادتني لا تحتسب يعني نيتني داين الاستحضار داين خشاع داين تبع البرنامج ني الاستعداد بارك الله فيك داين التوضد يعني الهدف من مشروعيته والعباده سواء الصلاه ما الزكاه ما الصدقات ما يعني كيف الجانب الحياه الانسان قد ماشي لا يتجه النيه لا يتجه توقعات ايجابيه صرب العالمين ان شاء الله حسن يعوض شرايك كنبرك خص غاد نبهها غاي ومحمد ساعات وسيزوكا مثلا الانترنت يتبع مقالات ما يتبع فيديوهات غادي يوضع مع بعض الامور تتناقض يعني مع النظريات العلميه
الى وسائل سوش تفسيرات اخرى الى وسيسيني وند الطاقه الى وسيسيني في الكون الذي ازدبدبات الى وسي اتسخوضه السفر من الجانب العلمي الجانب الاكاديمي الجانب الشرعي اتسيت في مجالات اخرى اسين يعني انتبه خاطرك حتى طرق التفكير عباره عن ديانات وثنيه في دول اخرى في مجالات اخرى دونك الاحسن التبيد اني لان علمي باش كنت تطيط يعني في هذه الاخطاء تنمير ترباش يحفظ يوم مصطفى سواء تبرت سواء تطفيل سواء صحيات إلا كان غط نزم التوكي يوسي اللي يتنغضي تقيمية مرحبا سير من الملاقيات إن شاء الله يكتقيمية أبلا ديق الموضوع أبلا إلا كان غن السيفة وسيس مدن نمال ديما تزمارت نفسية التالي تزعم إن شاء الله باش تزعم تم دورتنا رباش يحفظ يوم مصطفى عقبها لسبيت نغدس إن شاء الله تنمير حفظش أتوتن غي مبارشن عزيزين ديما تلي معنا دي الفقرات نتنوبان مرحبا بد معاو نزلي أدنو البعد ومن تلوني ولادي مل زلوانا شديدات بانو ديور ممنو التزيري بانو ديور ممنو التزيري لكي غقو التيلي وفرو صمد لا تجنوي تاممي لا طول تفوي لا صمد لا تجنوي تاممي تليد كتيلي وفرنا تليد الطاران جرانا تليد نوجلد غرنا مريون عزيزنا مريون الجنة أيا بدا الدين رجازنا يما أننا نسدنا إبهان الصوت إبهان الملائكي
نحو في النغ ميت نغ أن الماد ما هدي ددي وعمر باتي يحفظ إن شاء الله صون صوت إبهان ربي اسمو قلاس أولس يتزولا نغا ونزلوان إمبارشي لان فرنسولس أدت فن غلولا ونزلا يمرا ونينوي ولن نمدياز دحواف عمر نيحيا دودي حوف تربعة الرسالة لن الفن دحواف لما تلي معنا غدي تقيميتنا مرحبا توت نغي مبارشن نعزيز لك عن تدريور نطورات النغيور وكبور أي بهاي لك نغندو لغلي زورا عندو لغل تغرمان نغل حضارت نغ نغلان بالخصوص سيغرمان نغ زرمزاب داني توسن سي سيغرمان داين داريد نغ الأصل نغ بالهوية نغ أمدوك شنا حمد عبد العزيز يزواغ الوغلان إسجين غو روبورتاج في اللباس نغ فويرد نغ إلا الهوية نغ إلا زور سيزمولن نغزر مزاب أقون نمزورن غسراويل ديقن سونيوتلي إغلان أغر من تبرغان سيغرمان إلا نيرني أحافظ سونيوتلي وجر ماشي لي تلس ديك عمر بضليس إلا إيجباسي كتل ورشة الجني تغرس منه وسقس قبل السوء تغجني ندير جاز نموني تإسراويل ومن بعد تلمو تغلى دوموندا نغلب ندود لازم غفن غنجيك الوسيلة باش العادي تجور دا وحدي نكريات من شي سيلندر نتاع حنوت نكريات تخياتنا امتدار دا جنينا انا نقد بالسي باقي تورنانت الحل الوحيد نجو لي زاتولي اموني نخدم مع مثلا تيزدنا انت هجالي كاع وسيخ سادي خدم اسنو شاس ما نشي ناس نفصل التسلاتولي اسما كلش الوسائل الا الفصالات اتف كلش واجد لا سيرجي تجنيت لاتولي ضدوس ما الهواء كليماتيزور عاد تجنيت باش عاد تجرب شغل بروفيسيونال والتقيم تجنيت ني يلاه برك نمشي مدى بينا ميتيو دا صراويل اشطف القيس ان شاء الله لربي ما يجني غادي يدفغ مريكل وكان تحكي دا صراويل ومناي وبابسس ميمي كاع كتزم كد معش باش كتقضي في الساح اودي اللي خدت معاه لا تسخي تجي تليفون بابس سيناي اللي خدت سفارغ الماريكان ناي ماذا بيا يتوجد في اقرب وقت اللي مارو اللي خدت معاه لا تغ ما استجنيغ ان شاء الله باش هادي تشبك تحدد ان شاء الله واش شات مدي تدي وجد خاطر أيوة. اشبك بس يتبي اشبك بس يتبي الوقت يتبي الوقت احدد لاباس احدد ما ليه لا تحدد ان شاء الله ان شاء الله هادي وجد أنا عاون ربي إن شاء الله يجي الوقت ما يشي الوقت يشي 24 ساعة أدنو جديد نرمال أيوة سربي توتان داماني ساعات حدي طلبت في ساعة وقت دام الزنان ساعات قل العرس عماني ما بس ما تشي لا غير العرس سمان إيه. لازم غفا نوجد الجيل يدو صاول تشبرت نجني إيه كلش سما لا رقب أخصو مني رقب ولا تشبري لغروم داني لا يبارك نجني تشبري نجني تقشابين أمبور خصام في إيه. ماريوز المولود لازم نوجد أم تقشابين الضفط أمبور إيه مثلا المولود نغل العياد نغل العرس في ماريو المولود وقت العرس وقت شراوضات متخان تبع شراوضات يعطيك الصحة إن شاء الله ربنا يعاون برك ماشي عاون يعطيك الصحة إن شاء الله يبارك يبارك فيك سي التعديلات يدفغن يسوق سني مجوراس يفاس سني مكراس ان في منا ويبدلا بصح الحساب نديك عمري لا يقار سماشي يدي للاحوال وقون نتا الا غرس المعنى دا مقرا يمارو ابزاني باين دابا تيتقن اشيني ديال تحمت اشيني صراوين جدي السنسورات الكراند للجيوب يمارو لا واسي اشيني خصغا الجيوب شغل اتصن اموني الجيوب اتصن خاطي بدل السنسور جسن الجيوب اموني طريقته تجري طريقته لا جوناس اموني خسن لا جوناس كاع تكلبن السنسور السنسور الجيوب السنسور شي ميم ميد نغلا موطو ماذا بيا جال بورطابل تصلح تصلح الجيبيك اونكا مي جال موطو واش واي توتي تبسيم دايت وشم يعني عينتينين استحفظت في اللباس التقليدي النوم لاننا نخزر يعني بلياو لباسو لي جور اتمونكوز حق انا يعني لا معترف سون السلبيات الى هدفنت دمت المجتمع الا وان ان شاء الله باذن الله تعالى الشيء الذي يعني ان الطلب الخصيص الهيئه الدينيه عند المساجد عند المدارس القرانيه والمدارس ككل والجمعيات وخاصة الأم في البيت مما إلى انتهى تركيز طراعة طلاحة طروس وفوغنسن مشهد عدن بريان إلى تحافظ سوقون نتي غرسان أو نويتلي إلى انديك المهم مثل يولو النغ أوتوفديس دوس المدسي طروان نغ الطروان طروان نغ
لسات قاعي عفرن إلى نتوجه نسوفوس تمجر لو تنفتح أغر من نتي برقا تنمير تم قران تم دكتورنا أحمد عبد العزيز سون روبورتاج يعني أنا يريد نتي غير ساند ويريد إلا نبيت سمزوارنا غيب هاي لكان أنا حافظ غفص نجاس تيتي سلجيل غل جيل بالخصوص تروان غيل التالين دايب هاي لكان أنسولا غنشتان ميرت قاعي وسيلة يخدم أمدونو لجنية ونسراوين الله يتحفظ في التورات نغد لهويت نغد ما تنغد إذا بابات نغد أربات نسنا إن شاء الله تمجرى راوين إلا أن تكون أنت نسنا صنعت باش إلا إن شاء الله أديل إن شاء الله يفسن ورغني إذا بابات نغد دي دبابات نغي لان تحفظن فون صنعت ويريد أكبر ويريد إلا إن شاء الله يفغت سيزوران نتغرما نتغرزان دي ماتلي معانا غادي تقيميت أنا مرحبا سو غرم من برقان أنزولو غرم نقرارن أنسون جميل جنسيز مولن نحوف أغر من برقان داين دا حوف النغ وشام قرانة ترحم محمد بو سعدي جنسي القاماتي جنسي سي تيرسال نحوف إغرمان نغزر مزاب تمورت نزير أتنرقب ديال بورتري نمدو تشنة قاسم بحماني الرحل إيت الله يتفوت ودع الأكوان مثل تفوت ودع الأكوان أتحجمت ويزدي زلوان تفكرنا فكرنا والسن والسن لناد لمن 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 صدقتنا تقيم متينة متينة من بدايتها إلى نهايتها إلى آخر أيام حياته إلى إلى 8 جوان 8 جوان 2019 ثلاث ايام قبل غادي يتوفى الكرماس يجمع جل الخصال الحميده يعني تقريبا وكان نذكر الخصال الحميده كلها كل كتش الشخصي ثابت يتمزق كلش الوفاء الصدق والاخلاص والايثار وال يعني جميع الخلال يعني الاخلاق الحسنه الا يجمعتنت محمد وحديك وحديك كما سلجنان الجنان فكرا وسان وسلما وحديك وحديك كما سلجنان الجنان فكرا وسان سي نعزم سنة رابعة مع بعض نتا نشي قد ما السنة أولى ثانوي نتا يحبس في السنة الرابعة يتنقل إلى مدرسة الحياة كمعلم نشي كملة واصلة في معهد الحياة إلى سنة 79 سقطها شهادة البكالوريا انفرق ولكن سين ملاقايا وانفرق إلى يوم الناس هذا اللي الوفد تمر كأنها طيف طبعا الأب الروحي لجمعية أنهام الحياة هو أستاذنا المرحوم بوسعدة محمد بن عمر حقيقة أول مرة نلقى مع شي شخصيا كان السني بدأت تعليم في مدرسة حياة كأستاذ كمعلم تغرمت في فرقة الإنشاد في مدرسة حياة يشرف على الأستاذ قري محمد كعقل وسو في الاستراحة الراحة عيدي باش يقدم الأستاذ بوسعدة لأنه كان هو المعروف في الساحة الفنية المحلية كان لأنه كما هو معروف انت بلبي الرسمية تؤسس الدهليس بابس عام 75 توغي جرو ديمي مع الأستاذ بليدي جابر والأستاذ فخار عمر سند للحان الطير جوان سند للحان الطير جوان نجل صنو دي الدرمان در كل فرحان يعني زيادة على أنه فنان موهوب يعني الحس يعني ممتاز يعني حساس يعني يستقطب جميع من يستمع إليه أو من يعاشره وسي قاع يعاشر تقاع يخسي إتوغي سيتوغي تلحن يعني بعض الأناشيد تغنط سلايز يعني يتلحن سيك الطريقة اللي نشيج
اشي جبد اشي جبد غرش يعني نتلاس ساعه ساعه دي حس باللي الا كان تلاس عندي كوبا هم يعني يقاس يعني غادي يركز تو غير تعزم من غلفن ديك الموهبه تربي يعني يعني تسمات تمتني ثلاث وراثيه يعني وهدفها التواصل بين الاجيال وكذلك نتعرف عن سائر يعني الابناء في حول حياتهم الدراسيه بحكم شي اسمه عمر ضال القراره تقيمه مع الزيمك سماك هماس باطي رحمه الله هنا اموني برنامج اليومي كاع تقريبا ديما ساتوري ديما مكتف اتوبي اتوبي دا زون درسيال اسمها البعزه ما ديش الريح 7:30 الريح طبلا الفطور كذا ومن بعد هذه فوق دخل اسمها هيستوريا تخيس على زامبورغ ما سكوس من الجروي اسمها سمونكز ولا تبرز عاد غبشات قالت مدي تبرك دوك غرس طبعا معروف الانضباط الوقت الوقت نستوان قبل ما نغرر الخمان عاد نخدم هذا تو نعزم الوقت ديما غبش الفطور مع بعض انت ستري كي يقاس كاع الطابله ولا قيس حدا غادي نقص الطابله ستي داروس الحق باباك عمر ميني رباس ستيتها قلعهم الحمد لله نعاش مع سيكة الحياه ما شاء الله ما شاء الله الطازة ديجا تعاد شين تزيد تخدم نقص عزام نسمع اليوم تعزو اتز عزام شغل تعيد ترقد شي المورال اش يالي تبدل تا غترقد ما انت شي فاق بلي كي تعيد نشرا شي كتبسي مطموني غادي قلت المراوغة في قرش راه موني المورال ديالي بهالبان والسلام بهالبان والسلام سابوني ترندل في النوار الجنان أما سل الإخوان كوني دي السان جارتي رجوين دي جدلة ونغبى لمان بهان بهان والسان لهنا بلمان بهان بهان والسان لهنا بهان بهان وسان لهنا دلمان ودين دوني دحوة في النغة أم قران يشم قرانة ترحم الحاج محمد بوسعد ربي إن شاء الله سيسبها وسان استجمي إعلان الجنة إعلان نيوش أم قران أيبها أو الشهادات إلا يجروان اختدام دوتش النغة قاسم بحماني الرعي سيم دوتش لس إلا نرفق أنت دي مسيرة نوعزم دوس عزم دي مدرسة الحياة غرم نقرارن دي مدوتش لس يترفق دي تربعة نزلون أنغام الحياة إلا الحاج محمد وسعد يوشم قراني ترحمي جنس المؤسسين نون تربعة نزلون ربات يرحم إن شاء الله دي ما أدقي من إسبيح دي هليلن دي الابتهالات يتوغي التويانغ تليفزيون تزاير صوت الملائكي إبهان أمبارش إلا يتفغل لون تزايريا من اللان ربي إن شاء الله أترحم الحاج محمد بوسعدة إن شاء الله دي ما لا يدر ولو لنغ سيز الوانس دي والنس إمبرشن ربات يرحم إن شاء الله إسوس عفس دي ما تلي معنا غدي تقيمهت مرحبا تلتو أنسيول في مؤسسة أعلام الجزائر للأطفال إذا كان أنسيول غفس إسبي يقدر عن ماني توش أو انتفيرت دي مركب المنار أقضان إسبي يقدر عن توزل تيفيرت وسيوري في تمدورت نوم قرانا نعزام أزمول وعزام لإصلاح لين الشيخ حمو بن عمر فخار وشم قرانا ترحم أو نزمول إلا سمات الدكتور محمد نصر أديب الحكمة أزمني نغ أتسكلا نتزمني نغ أديب الحكمة خطر دي قنور جاز دمو سناو دان عزام دو المربي دو المصلح لجي الخطيب الجمعة إلا الشيخ حمو فخار دي قنور جاز إلا إرب الشباب يسترد منه إرجاز دينارن بالخصوص دي معهد الإصلاح غير من تغرديت حمو بن عمر فخار يلولد غير من تغرديت دي 20 ديسمبر 1919 يتشر دجو جيل أما سنك توشولت تربات في الدين الأخلاق تربية التزعيمت يعزم أعزام سامزوار دي تملغيخ تنسيرت دي قسنطينة سنيد والغلط غرديت لو غربازن الإصلاح سيرزم سقواسن 1932 دي 1938 يزوى أنا عزام الشيخ حمو فخار غلقرارة ماني قيم ديس تام نسقواسن ماني عزم فوموسنا وأنا عزام الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر يوشم قران أترحمي ليبي الشريعة اللغة التاريخ الشيخ بيوت الشيخ عدون يوشم قران أترحم دي وسقاسن 1947 الشيخ حمو فخار يدولد باش هادي استعزم دي وغربازن الإصلاح تغرديت ماني يتوغدي قنسي زمولين دي مودن الحركة الإصلاحية دي وغر من التغرديت الديليد المدير العام من المدارس الإصلاح غير من التغرديت دفرت متانت
الشيخ صالح ببكر يوشام قراني ترحم دي سقاس 1976 دي 1962 يتفغل قيمة تعزبت ماني تور دي جنسي سيم قرانا نسقامو مجلس عمي سعيد شحمو بخارج دمنا وإدلسن بالخصوص أن إعلان خطب الجمعة خطب العيدين دمنا وإدلسن إلا نسولا في تموسني يشام قرانا ترحمي توفى دي مراود سانيور جوان دي 2005 نغدي 17 جوان 2005 يشام قران أترحمو أساسة أعلام الجزائر للأطفال إلا نسونجم أو ننعزام إلا توجه سكت نفوس إكتل قصة أي تبها إلا تبيتي في رتام زوارت مسا ننا بنت عمارة بابا حني لان تبيتي فير تم زوارتنا والقصة إلا أن توشى سنتي فيرين إلا أن تسمى الشيخ مفخر المربي الرسالي والناصح الأمين ممكن أول جار فون نعزام يشام قرانة ترحم أنسل إمميس أم دياز نغم قران عبد الوهاب نحمو فخر ريح معاس بابا من أبط يرحم نسوس أخف صغب تهاديت ما تستبارك عربا جديس تنمير ريح أغنيني حمد ربي يتلين ترقب بابا نوم دمان ما نوم تريح معاسن نشي باباك ولرقي بغسيس ولا عقيد غسيس ولا تشرى يتشرد ولكن الحمد لله يتشرد في الرعاية مماس مماس تين دمنا حمو مشقبقب من حمو مشقبقب سي تمطات إلى ترسال نوهر التاشي نقول وديوي مانس قاعد نشرب موني مع مني تبدا جمعية الإصلاح تاهر ديت المعلم نسم بالمديرية دين الشيخ صالح بكر ربي أترحم إسو سخص هدوني دين ديا معناه يعود يسن بالتدعزام لقلس القرآن كذا أم بعد يكتب ربي مش كده زوال قصال زوال القراء وتشردي السكوت مكرمني ترى ناقديس تامرت تعني قش غد استدهنت تامرت تعني قش غد استدهنت دميتن رحمناش سيخ سندي زهر تامرت تعني قش غد استدهنت دمين نرحمناش سيخسان دي زورا تتطش غيدي له تتطش تتس طوانس تيزي زاوين سربي طوانس تيزي زاوين تتطش غيدي له غيد لبحر تتطش غيدي له يسو دا زي زاو أرقابتش وحدس التلويت نيموضان أرقابتش وحدس التلويت نيموضان ساغن نقل غرش تيويرا رزمت ساغن نقل غرش تيويرا رزمت غلماني غنقل سير سيني مودان غلماني غنقل سير سيني مودان تفويت ميت كرم تصمودي ترني تفويت ميت كرم تصمودي ترني دوتشر دي سوكود مكرم انتي دوتشر دي سوكود مكرم اتران ان شاء الله اتران تنين غنسيفون ابريد دينار اللي نغنسيفون ابريد سيسن أما مسناود ونعزام الشيخ حمو فخار يبها دوال اسم ميس أم دياز النغ عبد الوهاب حمو فخار ربي إن شاء الله هتحفظ وشاس تزمار تزعيم ديوالا يدوران نسفرا إلا ندام دياز صغرة في باباس وشام قران أترحم يززدغ تجمي وين إعلانتي بهاي لك نغ إن شاء الله هني لي تخليفين نون يرجز دون مقرارا دون عزاما أنوشتان ميرتي مؤسسة أعلام الجزائر إلا توزن نغ أو لفيديو ديال بورتري إلا نسجنت في شحم وفخار نجراهم سيس أو شهادات إلا نساول نتغفسة سيمدو تشالس إلا نتوسن إلا نرافق الشيخ حمو فخار داين دل أديب الدكتور محمد صالح نصر إلا يسميس أديب الحكمة نغ إلا يسميس أديب الحكمة نغ أزمني نغ تسكلي نزمني إلا دباب نتسكلا نزمني أنسليون شهادة الدكتور محمد نصر إون عزام الشيخ حمو فخار حمو فخار قام عظيما من قناة الأدب في الجزائر أقول في الجزائر وأنا أعني ما أقول يعني أنا دائما أعتبر الشيخ حمو فخار الرجل الذي كان في استطاعته أولا بشخصيته وثانيا بأدبه أن يغرس جوانب كانت مهملة أو غير معروفة مجهولة في تاريخ
الجزائر وفي تاريخ وادي ميزات بصفة خاصة. وأنا شخصيا تعلقت به من خلال جمعية الطرف. يعني أقول الآن هذه الشهادة للتاريخ أنه كان من أول مناصري جمعية الطرف. يعني نذكر بهذه المناسبة الشيخ عدون رحمة الله عليه والشيخ القرادي والشيخ مبخر، هؤلاء الثلاثة هم أساطيل جمعية الطرف تأسيسا وتأييدا بالمادة والروح. ولأجل ذلك عندما نسميه أديب الحكمة، يعني الذي استقى تجاربه من واقع الناس، هذا هو المعنى. يعني أنه إنسان مجرب ثم إنسان مستوعب، عندما يجلس إليك أو تجلس إليه تستفيد، يعني لا يذهب وقتك هباء. دوال انت دت انه نعزم النغ ازمني الدكتور محمد صلاح نصر الى يسمى انعزام الشيخ حمو فخر اديب الحكمه انه اوتسكلا نزمني غلدان توت نغ برشن عزيزنا نوض غلش مار نوض قيميت مرحبا نوشن مرتم قرانتي وسيتو اذن غي تبع نغتن مرتم قرانتي المخرج النغ مسوفغ نوض نوبا يوت نغ بوزيان سلاخ سكريبت وتمت نغ ايمان ديوت نغ سيد علي ديوت نغ محمد داودي دي الاشراف تن مرتم قرانتي تربعت الاستوديو فايتسن دي تلفزيون الجزائر. سل خير نملاقا يدوم، سل خير أن فارق ألا غنجرو يدوم الخير يسبي غدا سن تنبرت.